Assalamu alaikum. This is an easy story made for beginners in Arabic, Saudi dialect. Let's get started. السمكة الذكية. هذه مدينة. مدينة زي مدينة باريس، زي مدينة لندن. هذه مدينة. هذا هو البحر. الغيوم، غيوم، غيوم. عندنا خمسة غيمات. هذه آيلا. اليوم هو عيد ميلاد آيلا. هذه بالونة. بالونة لونها برتقالي. هذه بالونة لونها أحمر، وفوق بالونة لونها أخضر. آيلا صار عمرها 7 سنوات. هذه هي كيكة عيد الميلاد. هذه هي شمعة. 1 2 3 4 5 6 7. هذه هي البسة. البسة تبغى تأكل الكيكة. الأب يقدم هدية لآيلا. الأب يقدم هدية لآيلا. الهدية هي سمكة ذهبية. هذه سمكة ذهبية. السمكة الذهبية مثقفة مرة. السمكة الذهبية تعرف الرياضيات. 2 + 2 = 4. السمكة الذهبية تعرف الرياضيات. السمكة الذهبية مهتمة بالفضاء، مهتمة بالشمس، مهتمة بالقمر، مهتمة بالكواكب والنجوم. هذه هي النجوم. السمكة الذهبية مهتمة بالجغرافيا، الحساب، وتحب القراءة. السمكة الذهبية مرة مثقفة، مثقفة وقارئة. آيلا تحب السمكة الذهبية مرة، والبسة تتساءل طيب أنا؟ الأب ينادي آيلا عشان تلعب معه بالكورة. آيلا تعالي نلعب بالكورة. آيلا وأبوها يلعبون بالكورة، والسمكة الذهبية زعلانة. السمكة الذهبية ما تقدر تلعب بالكورة. السمكة الذهبية تفكر في فكرة. تفكر في فكرة. السمكة الذهبية طارت. السمكة الذهبية طارت باستخدام البالونات. الأب مصدوم. الأب مصدوم. آيلا مصدومة، والبسة مصدومة كمان. السمكة الذهبية طارت مرة بعيد برا المدينة. هذا هو مبنى صغير، مبنى طويل، مبنى صغير. هذه هي البيوت. بيت، بيت، بيت. 3 بيوت. هذه هي الطيور. الطيور. الطيور فجرت البالونات. الطيور فجرت البالونات. السمكة الذهبية طاحت من السماء إلى البحر. طاحت من السماء إلى البحر. السمكة الذهبية تشوف الكثير من المخلوقات البحرية المختلفة. تشوف سمكة صفراء منقطة.
سمكة صفراء منقطة، وتشوف سمكة زرقاء تشوف حصان البحر، هذا هو حصان البحر. نجمة البحر، هذه هي نجمة البحر. السمكة الذهبية تحيي مجموعة أسماك صغيرة، سلام مرحبا. السمكة الذهبية تصافح قنديل البحر، وتجيها صدمة كهربائية. الأخطبوط صحى من النوم. الأخطبوط كبير ويخوف مرة. الأخطبوط كبير ويخوف. السمكة تهرب من الأخطبوط إلى المحار، هذا هو المحار. السمكة الذهبية عالقة داخل المحار. السمكة الذهبية حزينة مرة. السمكة تبكي، هذه هي الدموع. آيلا جت تساعد السمكة. آيلا تفتح المحار باستخدام العصا، هذه هي العصا. ياي أنا حرة. السمكة ما عاد هي محتجزة، السمكة الحين صارت حرة. السمكة مو عالقة داخل المحار. السمكة تحضن آيلا وتحضن البسة. هنا نشوف بيت تحت البحر. أبو آيلا عنده بيت تحت البحر. الأب يلوح لآيلا، وآيلا تلوح لأبوها. هنا نشوف علامة ممنوع دخول الأخطبوط. ممنوع دخول الأخطبوط. آيلا، السمكة، البسة مرة مبسوطين. مرة مبسوطين. وهذا كان نهاية فيديو هذا اليوم. هل أعجبكم الدرس؟ إذا أعجبكم لا تنسوا زر اللايك والاشتراك. شكرا، مع السلامة.